أكد الرئيس حسني مبارك أن الدستور والمؤسسات هما ضمان الاستقرار على الطريق نحو المستقبل، داعيا الحزب الوطني وكافة الأحزاب وكل المصريين إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ الديمقراطية وتدعيم أركانها والارتقاء بممارساتها. وفي كلمته خلال الاجتماع مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الشورى، طالب الرئيس مبارك بأن يكون الحزب الوطني جاهزا ببرنامج طموح يخوض به انتخابات مجلس الشعب المقبلة وتجديد ثقة الناخبين في مرشح الحزب. كما أكد الرئيس أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستنا الخارجية، وأننا نعمل جاهدين لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، مجددا رفضه محاولة إسرائيل التنصل من التزاماتها إزاء القطاع وتحميها لمصر. أهدافه في انتخابات التجديد النصفي للمجلس، خاض مرشح الحزب هذه الانتخابات في كافة الدوائر بأداء تنظيمي جاد ومتطور وبرامج مدروسة على المستوى المركزي ومستوى الدوائر، وبرغم ما تحقق من أهداف فقد طلبت الدراسة الدقيقة لأداء الحزب في انتخابات مجلس الشورى لتقييم الأداء والالتزام الحزبي خلاله.